ناخد حضرتك في حته يا كابتن. كان فاروق جعفر عمرنا مثلا ما شفناه بحاجه ليها علاقه بانتخابات نادي الزمالك. امتى خد قرار انه ينزل على انزل انتخابات نادي الزمالك؟ وليه خدت القرار؟ وليه منصب الرئيس؟ يعني ما حد الثلاث ليه؟ اسئله مرتبطين ببعض. لا امتى خدت قرار؟ امتى؟ ما انت لا عمرك انا حتى ما شفتك في الانتخابات، يعني في ناس موجوده شفت وجوههم في انا الانتخابات قبل النادي كده. بص النادي انا حسيت النادي بص حجز على فلوس، لعيبه ما بتقبضش، عمال ما بتقبضش، عندي مشاكل نور وميه وضرايب. ما انت لازم ده النادي ده اللي اتربينا فيه، النادي اللي احنا شفنا حياتنا وهو ده الكيان اللي احنا عشنا فيه. فالواحد ده اقل حاجه احتراما للنادي، ده تراب النادي فوق دماغنا. يعني الواحد يا ابو العيله بدانا احنا في النادي، خلي بالك انا من 63 في نادي الزمالك، يعني نادي الزمالك سنه 63 كان بينقلوا الشغل من عند مسرح البالون لميت عقب، فاحنا كنا اولاد صغيرين كلنا بنشيل الحجر ده ونيجي جري من عند مسرح البالون اللي هو كان نادي الزمالك المختلط لغايه نادي الزمالك جري، ده رايح جاي هو ده التدريب اللي بتعمله. احنا الواحد بيشوف النادي بتاعنا، النادي بتاعنا كبير ونادي عظيم. طب احنا هنقعد نتفرج؟ ما اي واحد هيقول لك، طب تقول له النادي حالته وحشه يقول لك طب نعمل ايه؟ طب انت قاعد بتتفرج. طب انا ده النادي ده بتاعي اللي انا اتربيت فيه، ما في النهايه النادي لازم هيرجع لاولاده عشان يقف تاني، ما حدش هيخاف على النادي غير ولاد النادي. خدت قرار امتى يا كابتن؟ خدت القرار يوم مباراه البطوله العربيه، كان الزمالك في البطولة العربية في المباراة الثانية. أنا خدت قرار محرام النادي ده كده ما ينفعش، يعني قبل باب الترشح بأيام قليلة؟ مش واخد القرار من زمان على فكرة. يعني أنا ما فكرت، أنا فكرت ودماغي رجعت للكابتن حمد أمام. أنا كنت ممكن أسأل حضرتك على السؤال ده فعلا، لأن كابتن حمد أمام يعني أنا كنت أكتر واحد طبعا مع الكابتن حمد ده أستاذي، ويعني فرجعت بحمد امام اللي هو بقى بيقولوا ايه الاهرامات، هرم الزمالك الكبير هو حمد امام. هتقول لك بقى احنا واحنا واحنا ومش عارف ايه، لا احنا كلنا اهرامات صغيره جنب حمد امام، شعبيه حمد امام، في اداء حمد امام، في اخلاق حمد امام، كل حاجه حمد امام ده هو كان هو الواجهه الحقيقيه لنادي الزمالك. اتعلمنا الغنى في المدرجات، بص شوف حماده بيعمل ايه، يعني حماده كان حاجه تانية خالص. اما دخل الانتخابات سقط حمد امام وهو زعيم الكوره، زعيم الكوره الزمالكاويه. ما قلقكش يعني يا كابتن القصه دي؟ نعم؟ ما قلقكش او ما خلتكش تعيد حسابك؟ ما انت لازم واحد، بص انت طول ما انت قوي وواثق في نفسك طبعا في ربنا سبحانه وتعالى وبعد كده اي حاجه، بص انت طول ما انت حاسس ان انت عايز تخدم النادي هتبقى رؤيه ليا والاجيال اللي جايه بعدي. يعني انا لو ربنا وفقني وبقيت رئيس النادي هقول لله على طول، احنا 4 سنين يبقى اللي جاي بعد كده حد تاني. هو النادي الاهلي نجاحه في ايه؟ عبد صالح الوحش، صالح سليم، حسن حمدي، محمود الخطيب، هات الورقه والقلم واكتب كده، ده النجاح. النادي الاهلي عنده نفس الالعاب اللي عند النادي الزمالك، ونادي الزمالك عنده نفس الالعاب اللي عند النادي الاهلي، لكن الفيصل في الاهلي والزمالك الكوره. يعني الكوره انت بتقعد تتفرج مباراه الاهلي والزمالك بيبقى 70 80 100,000 في مباراه كوره. بس كانت فاروق، بس الكوره هي اللي بتعمل مؤسسه، ولا المؤسسه نجاحها واستقرارها هو اللي بينجح الكوره؟ يعني مين فيهم ينجح مين؟ اللي انت عشان تنجح زي ما انا كلمت قلت لك الاستقرار. يبقى المؤسسه الاول. طب ما خلاص الاستقرار، يعني الاستقرار ما تقدرش تعمل مؤسسه من غير اللعبه، وما تقدرش تلعب من غير المؤسسه، لازم الاثنين يبقوا هم الاثنين هم الميزان بتوع الاداء. دلوقتي محتاج نادي الزمالك الاثنين، محتاج حد بعينه كويسه يقدر يختار لعيبه، اتكلم الناحيه الفنيه، واحد دماغه كويسه يقدر يوفر يجيب فلوس للنادي. مش ضروري انا جاي اقول لك يا ابو العيله انت راجل ما شاء الله بتكسب ومش عارف ايه، تعالى تيجي نادي الزمالك وتقعد على الكرسي وتبقى عضو مجلس اداره نادي الزمالك ومش عارف، فهتقول لي اعمل ايه اتبرع بايه؟ طب انا اتبرع لك مثلا بسي ب 5 مليون ب 10 باي مبلغ. طب انت هتدولي ازاي بعد ما تاخده مني؟ انت هتاخده مني عشان تقعدني على الكرسي؟ لا، يعني مهما كان عضو مجلس اداره وبالورق والكده ورق والقلم نشوف اعضاء اسامي اعضاء مجلس اداره ولا اسامي اللعيبه مين اقوى؟ اسامي اللعيبه. فهو جاي عشان يشتغل، عشان يظبط الامور عند اللعيبه، يعمل استقرار للعيبه، هو ده الافكار اللي احنا نفكر فيها. لكن انا كمان عندي الافكار كمان، نادي الزمالك لازم محتاج الانتشار، بمعنى انت لازم تروح كل المحافظات، لازم نادي الزمالك يتواجد في كل المحافظات.
يعني كل المحافظات لما يكون عندك اكاديميه في كل المحافظات، عندك قطاع ناشئين في كل المحافظات، هتقدر مع المستقبل هيبقى عندك اجيال جايه بشكل كويس بتاخد ثقافه الاداء، واللعيب الكويس منهم تجيبه هنا مصر يتعلم، وعندنا السكن في النادي، يتربى في النادي ويقعد ويبقى لعيب كبير، وبعد كده اللعيب الكبير ده ممكن تستفيد منه ان كان هيستمر في النادي او هتوديه نادي تاني. ما كل دي فلوس، انت بتصرف مثلا مليون جنيه بتاخد مقابل المليون جنيه مثلا 10 مليون جنيه، طالما انت ماشي بالسيستم مظبوط وانت عندك الوعي ان ازاي تدير هذه المنظومه. ما بص، الكوره هي اللي هتجيب لك الفلوس. انا حاجه اقول لواحد انا هدفع فلوس، طب بعد ما تدفع الفلوس؟ طب كابتن فاروق، ما احنا بقالنا فتره عندنا كوره على طول، بس عندك مشكله، مأخرنا في الفلوس جدا. لا عندك مشكله، خلي بالك، انا محجز على نادي الزمالك حجز وقف القيد، القناه واقفه، ما يعني القناه شغاله لكن ما بتشغلش بالاعلانات بنفس الشكل، وهي عندنا امكانيات جباره هنا، المفروض يعني القناه دي تبقى ليها دخل وليها قيمه كبيره وهي قيمتها كبيره، لكن نستغلها افضل ويبقى عندنا افكار اكتر. طب الواقع ده كله حضرتك تسميه ايه؟ انت ده خلل فكر او عدم تنسيق افكار معينه. يعني حاجه انا وانت نقعد بنعمل فرقه، اقول لك ايه رايك فلان وفلان وفلان وفلان، فانت تيجي تقول لي طب ما ده لو لعب هيكون احسن، ده مثل اشول وده مش اشول مش عارف ايه، هوافقك في الكلام او تلاقي كلامك مقنع هبتدي امشي معاك في الخط، طالما انت شايف المصلحه اللي انا وانت شايفينها لصالح الكيان ده. لكن انا ما بقاش اختبار، يبقى النية هي، وده اللي بقول عليه الأمان. دايما لما نيجي نتكلم ما نبقاش احنا بنختبر بعض، او انا احسن منك او انت احسن مني او كل، لا احنا عندنا كيان اتربينا فيه، او الكيان ده اجيال كانت قبلينا وممكن كانوا لعيبة احسن مننا لكن ما كانتش عندهم الامكانيات دي. دلوقتي انت عندك امكانيات بشكل كويس جدا، امكانيات لعيبة، امكانيات مثلا اوض اللبس، مثلا عايز اقول الجيم، الحاجات دي اللي جوه اللعيبة اللي تخص القطاع الرياضة على مستوى عالي جدا. وانا عايز انا بتكلم على قطاع الرياضة، ان لازم قطاع الرياضه كله ياخد حقه، يعني قطاع الرياضه ما نتكلمش دايما على ان الكوره مش هي الرياضه الوحيده في النادي، النادي فيه حوالي 17 لعبه جوه النادي، كلهم كل دولت محتاجين الاستقرار. يعني استقرار يعني انا عارف المطلوب مني ايه واللي عليا ايه واللي ليا ايه في الوقت ده. فلوس يا كابتن، الاستقرار بالنسبه للالعاب الرياضيه دلوقتي في الوقت الحالي، يعني مثلا شفنا القيد في الهاندبول، شفنا مشكله القيد في كره القدم، شفنا السله كان عندها مشاكل في التدعيم، شفنا يعني كله مرتبط حوالين فكره التمويل الحالي. يعني عندي حاجه اسمها ضرورات ملحه، يعني اللي يقعد على الكرسي بكره بسم الله الرحمن الرحيم كده لازم فلوس كتيره عشان احل بيها الامور الرئيسيه. طيب انت تيجوا بسم الله الرحمن الرحيم وكل الحمد وكل حاجه جميله وكل حاجه حلوه، جيت اديتني مبلغ الهدف انه ايه؟ انت لازم هتقول لي الهدف ده، طب انا سبتني شهر شهرين ثلاثه وبعدين، طب الفلوس اللي انا دفعتها دي يعني خدها النادي هياخدها هيعمل بيها هيشتري بيها لعبه ولا هتوظف بشكل كويس؟ عشان توظف بشكل كويس لازم يكون واحد خبير، واحد دي المهنه بتاعته. انا بتكلم على الهاندبول، بتكلم على السله، بتكلم على الفولي بول، بتكلم على السباحه، بتكلم على الجمباز، بتكلم على كل الالعاب اللي انت عايزها، لازم يكون كل واحد مهني موجود فيها يعرف يعني يتعامل مع اللعيبه ويعرف يقيم قيمه اللعيبه ويعرف يوظف اللعيبه. انت عشان تقدر انت تحقق معاه، تتكلم معاه، تدي له الحريه ان هو يشتغل، وفي نفس الوقت انت بتراقبه في كل حاجه بيعملها، هو ده النجاح. لكن انا مش حاجه اقول ده انا هجيب اللعيب مثلا، زي مثلا في الطايره مثلا، كان عندنا لعيب من اسبوعين ومشي بتاع الطايره، مشي راح النادي الاهلي. طب لو ده حاسس بالاستقرار وبالامان هيمشي؟ اتكلم بصراحه، ده مش فري يعني، ما فيش حد قال له لا ليك ولا عليك ولا اي حاجه، خد بعضه ومشي. كابتن مش استقرار وامان بس، عشان اجرائيا في خطوات لازم تتخذ. يعني انا ممكن يبقى انا محسسه بالفري، لكن انا عندي اجرائيا لازم امضي عقد، لازم ياخد فلوس، لازم يتوثق، لازم كل الحاجات دي عشان انا ادور حقوقي. ما انا مش هفضل ادور على حقوقي بالحب او بالامان والصدق، انا هدور حقوقي باجراءات تحمي حقوق واصول بس نادي الحقوق ما تخلكش، لو ليك حقوق ما تخلكش ان انت تاخد القرار وتمشي. لا،
يعني لو انت بتتكلم على الحقوق لا ما تخليكش تاخد قرار ان انت تسيب النادي وتمشي. انا كيان ده قعدت فيه وتربيت فيه ولبسني وعيشني واكلني وركبني عربيه وبتاع، ده ما مش كل ده، مش ده رصيد؟ مش كل اللعيبه كابتن ولاد النادي، لا مش ده رصيد كده طبعا. ما انا عشان كده بقول لك ايه، لازم انت لما تجيب لعيب اتكلم معاه من بدايه ان الكيان ده كبير والكيان ده هيحافظ عليك وانت لازم تحافظ عليه، والكيان ده هيحاسبك على كل حاجه لو ما خرجت بره المنظومه. هو ده قيمه الكيان.